هذه المدارس في لندن وكذلك في بريطانيا كلها في مدارس خاصة بالنساء فقط، مع أنه بلد متفتح وعندهم هذا حارس أمن. طبعا المدرسين لا مختلطين، ولكن هذه مباني حكومية وكبيرة جدا، ويعني تستغرب في بلد دائما مختلطين، ولكن عرفوا أنه للاختلاط أضراره ومشاكله والتي لا تعد ولا تحصى. وحنا في بلدنا البعض يطالب ويقترح وما أدري إيش، ولكن في عندهم الكثيرة كثيرة من المدارس الخاصة بالجنسين، يعني خاصة بالذكور، في مدارس خاصة بالنساء.